السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نعمل شيت ليست بحيث يبقى فيه كل الشيتات، ممكن اجي هنا في الفيو وهروح للسكادول وهقول له شيت ليست، هيبدأ يحط لي كل الشيتات. لو في شيتات موجودة في لينكات اقدر اعلم هنا بحيث انها تبقى موجودة، يبقى معايا السكادول بيضم حاجتين، يعني ممكن يكون مثلا شغل الميكانيكا مقسمه على اكتر من ملف، فبدل ما يبقى كل شيت لوحده لا ممكن اجمعهم كلهم في واحد بس بالشكل دوت. اقول له هنا انا عايز بروف دي باي مثلا من الشيك دي باي، اسم الشيت طبعا اهم حاجه، شيت نيم، شيت نمبر، وهقول له اوكي، هيبدا يجمع لي الشيتات كلها. طيب فرض ان في شيت فيهم، اعمل كده اقدر اغير اي معلومه من معلومات الشيتات. طيب لو في شيت فيهم انا مش عايزه يظهر معايا، بكل بساطه هاجي هنا واقول له ابيرنس ان شيت ليست وابدا اشيل العلامه من هنا، فمش هيظهر معايا في الشيت ليست.